مصنعنا في مدينة حماة، ننتج جميع أصناف الأحذية من رجالي ونسائي وبناتي ولادي وبيبي. نشارك كل سنة بمعرض سيلا لصناعة تجارة الأحذية، والحمد لله كل سنة عم بتطور على المعرض وعم بتزيد الإقبال عليه. والسنة خاصة إجانا زبائن خاصة من العراق الشقيق، من لبنان الشقيق، من الأردن، من السودان، بالإضافة للمحافظات السورية. كانت مشاركة كتير حلوة وفعالة يعني ومفيدة لمصلحتنا، وإن شاء الله من جيد لأحسن كمان إن شاء الله.